الكثير من العلكة. رائع، نحن نعشق الهوبابوبا. هذا لذيذ، علكة الفراولة هي المفضلة لدي. هل أنت مستعدة يا ويندي؟ دعنا نرى ما لديه الفقاعة الأكبر. واو، لقد دخلنا إلى التحدي الرائع. فقط انظر إلى هذه العلكة الضخمة. لا، لديه هوبابوبا حارة، إنها مصنوعة بالكامل من الفلفل. أيها المسكين، أشعر بالأسف الشديد من أجلك. هل تريد أن أكون الأولى؟ لقد حصلت على علكة بعيون مرميلادية، إذا الطعم حلو للغاية. هذا طعم خيالي. واو، أنت محظوظة. رائع، هذا ممتع، لكن الأمر لم يدم طويلا لأنه دوري لتجربة العلكة فائقة الحدود. أتعلمون ماذا؟ لا أشعر بالحدود. أتى الأمر مفاجئا، ليس لدي الوقت الكافي للعودة إلى الرشد. يا أمي، سوف أحترق، لكن لدي حوض الأسماك البارد. هذا ما أحتاج. أعتقد أنني ابتلعت سمكة. الآن هي حرة وأنا بخير. كوينتين، هذا مضحك جدا. هذا ليس مضحكا. إذا كنت تريدين الضحك سأريك مقلب سيصيبك بالجنون. كل ما أحتاجه هو العلكة لدينا. الآن حان الوقت لإضافة بعض النيران إلى حصة ويندي. جاهز؟ الآن أنتظر حتى تفتحها. مضحك. إذا جاء دوري. كوينتين، هل أنت فعلت ذلك؟ لقد ذابت كل علكتي، كل ما تبقى هو عيون المرميلات. للأسف، آمل أنهم لم يفقدوا طعمهم الحلو. لنجرب. كل شيء بخير، والطعم رائع. العلكة سائلة، إنها لذ بكثير من العادية. يمكنني نفخ نفس الفقاعة الضخمة منها. واو ويندي، أنا كلي لزج الآن، لكن كان ذلك ممتعاً. واو، حصلت على علكة الشوكولاتة، يا له من حظ. وأنا لدي علكة مع سكيدز. من سيكون الأول؟ نعمان. أنا؟ حسناً ويندي. واو، فقط انظر كم هذا جميل. علكتي تحتوي على كل ألوان قوس قزح. هذا لذيذ وجميل بشكل لا يصدق. أنا سعيدة جداً. وهذه نكهة الفراولة مدهشة. وهذه نكهة التوت الأزرق. أيمكنك أن تتخيل، هناك علكة بنكهة البرتقال. ومن هذه العلكة يمكنني صنع فن حقيقي. هذا هنا وهذا هنا. الآن أحتاج إلى اللون الأحمر وبعض الألوان الأخرى. انظر، ما رأيك بهذا اليونيكورن؟ لطيف، أليس كذلك؟ انظر يا كوينتين. أحسنت عملاً، هذا رائع، لكن للمبتدئين فقط. ماذا؟ الآن أنا أعشق الشوكولاتة، وخاصة شوكولاتة الحليب. يمكنني أن أكل هذه العلكة إلى الأبد. ما رأيك بفقاعتي؟ هذا ممتع، أليس كذلك؟ سوف أكمل الأكل. يم يم يم. لكن أتعلمين ماذا؟ أريد أن أصنع دباً صغيراً وأفاجئك يا ويندي. واو، هذا مدهش. انظري يا صديقتي. الرأس فقط. انظر، وحيد القرن خاصتي لديه شعر ملون. إنه تحفة حقيقية. لا تجعلينني أضحك، هذا لا يقارن بدبي. أعطني هنا، الآن ستنتهي حياة الدب خاصتك. لا توقفي، ماذا تفعلي؟ سوف تكسريه. المسكين. يا أمي. كوينت، ما الأمر؟ لا تلمسوا دبي. لا تخف يا صغيري، لقد أنقذتك. لاحقا أحب وحيد القرن هذا أيضا. هل أنت جاهز؟ 1، 2، 3 لنفتح. واو، علكتي طويلة جدا، وأنت؟ حصلت على علكة مع المارشميلو، هذا رائع جدا، لطيف ورقيق، ولذيذ للغاية. نعم، هذه العلكة لديها نكهات متفجرة. انظر يا كوينتين، يمكنني أن أصنع فقاعات رائعة.
والآن سأفجرها. بو جاهز؟ هذا كان رائعاً، ما رأيك؟ أنا أحب المارشميلو أيضاً. ويندي لا أستطيع الانتظار لتجربة علكتي الجديدة. أوهو، إنها مرشوشة بالكاكاو، هذا مذهل. لدي فكرة رائعة عن كيفية إعداد مشروب مذهل. انظر يا ويندي، كل ما عليه فعله هو نفخ الفقاعة وتفجيرها فوق كوب ضخم من الحليب. أي يا له من انفجار، لكنني نجحت. الآن علي تحريك الكاكاو في الحليب ويمكنني أن أشرب هذا المشروب الرائع. متعة. هل يمكنني تجربة الكاكاو خاصتك؟ بالطبع، تفضلي ويندي. لكن أولاً سأنفخ فقاعتي وأضيف إليه المارشميلو، سيكون ألذ بالتأكيد. فكرة رائعة ويندي، لقد صنعنا أشهى أنواع الكاكاو في العالم. لذيذ. أعطني تحية يا صديقتي، أحسن عملاً. واو، حصلت على العلكة مع الفشار. قفي، أنا الأول. إنها علكة شديدة الحموضة. أراهن أنني لن أسقط أي دمعة من عيني مهما شعرت بالعناء. وهكذا اعتدت بالفعل على هذا المذاق. ويا لها من فقاعة. واو، أريد تجربتها أيضاً. ماذا؟ لا تحلمي حتى. كما أنت بخيل. حسناً، لدي أيضاً علكة رائعة هنا. أعتقدت أن هناك فشار وليس حبوباً قاسية جداً. لا أستطيع حتى قضم هذه العلكة، ما العمل؟ صحيح، أنا بحاجة إلى طهيها. ولجعل الأمر أسرع سأستخدم قنبلة لنختبئ. سوف تنفجر. الآن كل شيء جاهز. واو، كم يوجد فشار. الآن العلكة ألذ بكثير وأكثر تسلية. الآن يمكنني نفخ فقاعات واستخدام ألعاب الفشار النارية. مذهل. هذا لذيذ. ويندي، لديك الكثير من الفشار، هل يمكنني تجربة علكتك أيضاً؟ تفضل. شكراً لك، أنت كريمة جداً. دعينا ننفخ الفقاعات معاً. واو، هذا ممتع. شكراً لكل من وضع أعجاب واشتراك على قناتنا. نراكم مرة أخرى أيها الأصدقاء. وداعاً.